أنا دلوقتي معايا على الهاتف دكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. يا دكتور، ألو، ايوه، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذه طيب، اميره. أهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي في تصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله، تفتكر حضرتك تعتقد التصعيد ده ممكن يوصل لحد فين؟ وهل فعلا تحذير الولايات المتحدة الأمريكية للبنان في بأن إسرائيل ممكن تضرب في منتصف يونيو، هل ده ممكن يحصل فعلا ولا كلها بروباجندا وكلها كلام ممكن ما يتحققش على أرض الواقع، وخاصة إن هو ممكن يكون صعب بالنسبة له إن يفتح على نفسه كذا جبهة؟ يعني بداية تحية لك يا أخت أميرة ولكل المشاهدين. والحقيقة أنه نتنياهو يمكن أن يفعلها، لأنه بالأساس هو متطرف ومجنون، وكل ما يهمه كما تفضلت في مداخلتك سابقا أنه يعني يهمه الكرسي ويهمه أن يستمر في حكمه، هذا أولا. وثانيا هو يدرك تماما بأنه لو اندلعت الحرب بين إسرائيل ولبنان أو حزب الله، أن الولايات المتحدة متعهدة وهناك تحالف استراتيجي وموقع أن الولايات المتحدة ستقوم بمد نتنياهو بالسلاح، لأن هناك حالة من الضغط الأمريكي على نتنياهو على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق النار في غزة. نتنياهو يحاول أن يقول أنه إذا أوقف إطلاق النار في غزة نتيجة الضغوط الأمريكية هو سيكسب أولا الموقف الأمريكي بشكل مؤقت، وثانيا هو سيهدئ من الرأي العام الداخلي، وثالثا سيفرج عن مجموعة من الأسرى، ثم سيشعل النار في لبنان فورا، لأنه سيضمن تماما بأن الولايات المتحدة ستحيل له مجموعة كبيرة من الأسلحة وتمد بالسلاح فورا اندلاع حرب مع لبنان، لأنها تشعر بأنه هذا خطر على أمنها الاستراتيجي، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل يعني وجهان لعملة واحدة، طبعا. أو ربما نتنياهو يعني يراهن على هذه النقطة. النقطة الأخرى أنه نتنياهو ذهب بالأمس إلى قلب منطقة الشمال، يريد أن يطفئ نار الشمال، لأن هناك أكثر من 130 إلى 140 ألف مستوطن من المستوطنين هربوا من هذه المناطق منذ اندلاع 7 أكتوبر، حرب 7 أكتوبر، وحزب الله يقوم بإطلاق بعض الصواريخ، وهم هربوا بالمناسبة وموجودين في داخل تل أبيب وفي المدن الإسرائيلية في العمق الإسرائيلي، وبالتالي يشكلون ضغطا اقتصاديا وأمنيا كبيرا جدا. بالأمس أحرقت يعني نحو أكثر من 20 أو 22 ألف دونم، بما يعادل 22 كيلو متر مربع أحرقت من الصواريخ لحزب الله، وبالتالي قد يشعلها نتنياهو، لأنه يعني ليس لديه ما يخسر إذا ما وقفت الحرب في غزة، ليس لديه ما يخسر. وإذا لا، هو لم مش يشعلها هيخسر في حاجة، لبنان، لا هو كشخص مش هيخسر حاجة. وإذا لم يشعلها في لبنان فهو بالمجمل اتجه نحو الضفة. وبالأمس بالمناسبة في مناسبة 5 يونيو وهو ذكرى احتلال القدس والضفة الغربية، هو اليوم الصعب على الأمة العربية وكان صعبا على فلسطين، ذكرى احتلال فلسطين أو الضفة الغربية في القدس، خرجت مئات الأشخاص من المتطرفين والأعلام والرايات الإسرائيلية واقتحموا المسجد الأقصى ودخلوا من الشوارع العربية ووقفوا عند باب العمود وهو الباب الرئيسي يعتبر لمسجد الأقصى، وبهدف اقتحام المسجد الأقصى في تحدي سافر لكل القرارات الدولية، وتحدي سافر أيضا للولايات المتحدة التي حذرتهم من فعل ذلك قبل ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من أو عصابة من القيادات العسكرية أو القيادات الأمنية والمتدينة المتطرفين الذين لا يهمهم على الإطلاق أي معايير لا دولية ولا إنسانية ولا حتى يعني اتفاقيات ولا قانون دولي، وبالتالي هم يعني بيعتبروا حالهم فوق القانون. ايوه يا دكتور، بس يعني لا، طب لو افترضنا ان هو هيضرب لبنان، هيضرب فين في لبنان؟ هيضرب في عمق لبنان؟ يعني هيضرب شوف، هناك أشكال للحرب. إذا اندلعت الحرب قد تكون، أنا لا أعتقد أنها ستكون حربا شاملة بالاجتياح الشامل للبنان، لأنها ستفتح نار جهنم عليه، الولايات المتحدة لا تريد ذلك بالمطلق، وحتى كمان حزب الله لا يريد يعني حربا مفتوحة، وأعلنها حسن نصر الله قبل ذلك في خطابه أو في لقائه أو في أكثر من مناسبة، قال نحن لسنا معنيين بالحرب
في الشامل او الحرب المفتوحه، ولكن اذا فرضت علينا لن تكون يعني اسرائيل يعني سليمه في هذا الامر، وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي سيتعرض ل يعني هزات عنيفه، وستكون اصعب من دخول غزه، لانه دخوله في غزه حتى هذه اللحظه هناك يقع في الوحل، صحيح انه دمر وقتل عشرات الالاف من شعبنا الاطفال الذين سقطوا ضحايا والنساء التي سقطت ودمر البنية التحتية والعشرات الآلاف من المنازل والمباني وكل الجامعات والمستشفيات وغيره، لكن هذا بالمقابل هناك المقاومة التي لا تمتلك سوى الأسلحة الخفيفة والتي الأسلحة المحدودة، لكن حزب الله مختلف تماما، الحرب لن تكون بالشكل الذي كانت في غزة وإنما ستكون حرب برية. إسرائيل مش هتحارب لوحدها، يا إسرائيل هتحارب لوحدها، يعني لو إسرائيل بتحارب لوحدها ما كانش فيه مشكلة. لو دخلت إسرائيل في حالة الحرب، الولايات المتحدة لو دخلت في حرب بشكل مباشر مع إسرائيل، أنا أعتقد ستشتعل المنطقة، والولايات المتحدة لا تريدها، بايدن نفسه لا يريد أن تشتعل الحرب في المنطقة إقليميا، لأنه على أبواب انتخابات، لا يريد أن يتم تصديع رأسه وتصديع الجبهة يعني الولايات المتحدة والرأي العام الأمريكي باشتعال حرب في منطقة لبنان والمنطقة العربية. هو داخل إسرائيل دلوقتي، الجبهة الداخلية عنده في إسرائيل، ما هو برضو عنده مشاكل كبيرة جدا، عنده مشاكل اقتصادية، عنده مشاكل في الناس اللي عايزة تهاجر، عنده مشاكل في الجنود نفسهم، يعني عنده مشاكل كبيرة الراجل ده، يعني هو إزاي قادر يكمل برضو؟ هو يكمل كالآتي، في هناك انتخابات جرت قبل عامين تنتهي في 2026 الدورة الانتخابية، هناك حكومة مشكلة، الكنيسة الإسرائيلية أو البرلمان الإسرائيلي 120 عضوا في الكنيسة، الحكومة المشكلة حاليا تشكل بالمجمل 64 مقعدا من الحكومة، يعني 50% زائد 4 مقاعد إضافية، لأن بن غفير وسموتريتش هم أعضاء معاه في الحكومة إضافة إلى نتنياهو وحزب الليكود، هؤلاء جميعا يشكلون حكومة متدينة ومتطرفة لا يرغبون بالاستقالة، إذا ما استقالوا وحتى لو المعارضة الإسرائيلية كلها بما فيها يائر لبيد وبيرغانس الذي التحم معه في حكومة الحرب، كل هؤلاء معارضة، المعارضة الحقيقية التي تشكل بمجملها لا تزيد عن 48%، بمعنى 56 مقعدا بمجمل الأعضاء، وهم لا يستطيعوا إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة يجب أن يأتي من داخل حزب الليكود أو من داخل الحكومة نفسها، يخرج حزب من الأحزاب ويستقيل، أو يخرج عن مجموعة من أعضاء الكنيسة الذين ينتمون إلى حزب الليكود زي يوآف جالنت وزير الجيش في الاحتلال الإسرائيلي الذي لديه مشاكل مع نتنياهو. الآن لو حصل وقف اطلاق النار، بن غفير يهدد انه سيستقيل من هذه الحكومه وتسقط، لو حصل وقف اطلاق النار او حتى قرر نتنياهو ان لا يدخل الى لبنان، بن غفير نفسه سيسقط الحكومه، لانه بن غفير هدده وذهب الى منطقه الشمال في شمال الاحتلال الاسرائيلي على جبهه لبنان، وقال علنا يجب علينا إحراق لبنان كما أحرقوا منطقة شمال إسرائيل بالنسبة له، وبالتالي إذا نتنياهو لم يسير معه بهذا الاتجاه فيسقط الحكومة بن غفير، وهذه المشكلة والعقبة التي تواجه، ليس تواجه الاحتلال الإسرائيلي كله، لا يهم لا شعب ولا يهم مجتمع إسرائيلي ولا يهم أسرى إسرائيليين الذين يقتلون يوميا. هو نفسه الأسرى يموتوا بسرعة عشان القضية دي تخلص، هذا وفقا لقانون هانيبال، عشان القضية دي تخلص وما الناس ما تفضلش تتكلم معاه في الأسرى. بالنسبة له الأسير الميت أفضل من الأسير الحي، مظبوط، لأن طيب. الأسير الميت يشكل، لا يشكل عبئا، الأسير الحي يشكل ضغطا معنويا ونفسيا للإفراد. طبعا دكتور أسامة، سريعا لأن أنا لازم أختم، عايز أسأل حضرتك سؤال بسرعة، دلوقتي تعتقد كتائب القسام وحماس والجبهة العسكرية لحماس تقدر تكمل وتصمد لحد إمتى كمان؟ يعني أنا أقول جملة للتاريخ، لا يوجد في الشعب الفلسطيني بغض النظر عن اسم الفصيل، لا يوجد في الشعب الفلسطيني من يفكر أن يستسلم، لا يوجد شيء أو قاموس للاستسلام حتى لو سحقت الـ 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 الأرض بمن عليها، الشعب الفلسطيني أنا أقصد عسكريا قضيته. طبعا أنا أقصد عسكريا يقدروا يصمدوا لحد إمتى؟ الإمكانيات والمقاومة تقديرها غير معروف، لكن في الحقيقة هناك جيوب للمقاومة، ما زالت المقاومة اليوم ما زالت بتفاجئنا لحد دلوقتي،
اليوم خرجت مجموعة من المقاتلين من منطقة رفح واتجهوا داخل العمق الإسرائيلي. كأننا نقول 7 أكتوبر جديد. أربعة مسلحين دخلوا، وهناك من عاد منهم، وهناك من دخل واستشهد في داخل العمق الإسرائيلي على يعني على مقر قيادة الكتيبة العسكرية 162، الكتيبة أو الفرقة العسكرية التي تهاجم رفح الآن، الفرقة المتواجدة في شرق رفح. تم خروج مجموعة من تحت الأنفاق واخترقت المنطقة العسكرية المحتلة في شرق رفح منذ شهر محتلة أخت أميرة. يعني هذه المنطقة كيف ممكن يخرج منها مقاتلين بهذا المستوى وهذا الوقت وهذا يعني الزمن، رغم هذا التدمير ورغم حالة اللجوء والتهجير؟ يعني ما عندناش توقعات هم يقدروا يصمدوا لحد إمتى، ولكن الحقيقة أن المقاومة كل يوم بتفاجئنا. أنا بشكرك جدا دكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، وإن شاء الله يكون مقابلة قريب نتكلم فيها بتفاصيل أكتر. نتمنى الصمود للشعب الفلسطيني، ونتمنى أن أطفال ونساء غزة ربنا يرحمهم ويقف جنبهم، وإحنا واقفين جنبهم بقلوبنا، والمشاهد اللي إحنا بنشوفها يعني بتموتنا كل يوم. نتمنى لهم النجاة قريبا، ودايما الواحد بيبقى عنده قناعة انه الارض المحتلة ما بيحررهاش غير شعبها ودمائه. يعني لو فلسطين ان شاء الله هتتحرر، فالفلسطينيين هم اللي هيحرروها.